ما ذبحوا حالهم وحياة الله يعني العالم كله. بقى شد حيلك واشتغلوا كلكم يعني ما في قدامكم هلا انسوا برا انسوا العالم هلا قدامكم هون تشتغلوا وحتى تلاقوا بحالكم نتيجة. انسى الدنيا ما بدرس انا والله انا سلتها يا ماما سلتها يا عيوني. ابو مايكل ايه ابو مايكل ابو مايكل ابو مايكل ونانسي كمان نانسي لماما حنان الماما حنان ماما حنونة قالت لي تغني لصباح فخري طلبت طلب يعني انه شو اسمها هي غنية صباح فخري لا 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 أسقني خمرة الحب خمرة إذا تنبسط منك نغني يلا نغني مش نغني بعدين يلا مغنى كل نهار يلا بس لا تنسى انه هدول العالم ماما هنا خمرة أيوة. العالم كله عم تتصل فينا وبتقول سلموا عناصيف وناصيف يجنن واشتغلوا كلكم. شو حلوة الأكاديمية حلوة الأكاديمية كثير حلوة كثير كثير حلوة معلوم كثير كثير حلوة الأكاديمية بتجنن. هاي يمي يا جماعة يا جماعة شو حلوة كثير كثير ما بتصدق ما بتصدق العالم عامل خبطة برضه العالم لو بتشوف طاير عقلة فيك طاير عقلة اشتغل ماما نور يا بابا منين البابا تحت ليك كتير طاير عقله طاير عقله فيك يا أمي وحياة عيوني طاير عقله فيك البابا هو ما بنتبهدل ايه شفت المدام ميري طاير بطير عقلك شو هالأساتذة يا ماما بيطيروا العقل لك استغلوا الفرصة استغل كل دقيقة نظيف انت من عيوني بس تطلع فيي بتعرف استغل كل نقطة هون استغلها ونوع نوع ماما بالأغاني الله يخليك اذا بتريد حبيبي بتجنن هون بشوفكم انتو قاعدين وعم تتكلموا شيء كتير حلو كتير حلو كتير حلو كتير حلو هذا بشوفكم احيانا قاعدين هون الصور كتير حلو بجنن بجنن منيحة صحته للبابا كثير منيح البابا الحمد لله وطاير عقله فيك لو تشوف رفقاته طاير كلهم منيح كلهم منيح خالك سلمان كلام متابعيتك خطوة أكتر مني متابعيتك عماتك طاير عقلهم يعني غرق في النوم ليش حلوين كثير كثير حلوة كثير حلوة كثير كثير حلوة بتجنن شفتيها انت بتحب تشتهي بصور يا ماما هاي هاي يا عايشة حلوة يسموني يا الله شوفي هاي شخصي يا الله شوفي هاي شخصي يا عيوني هيك تجلي لسه جوديها يا عيوني ثلاثة يا عيوني ان شاء الله مبروك ان شاء الله ألف مبروك يعني والله العظيم هي بتشوف انا طاير عقله ونانسي انا كتير شو بدي اريك يا الله شغلات مين عامل لي هذا البوستر ها هي في صور من عندي من لك هدول للوس و للوس ما للوس ويوسف وهدول في صور مأخوذة لانه من عندي هدول من الانترنت لا هدول اجوا اخذوهم هي صوروها بجديده وموزعه هي عندي لا ايه. في صور ايه. عندي ايه. عندي هي ايه. مثلا هي من عندي للوس ويوسف و نعم شو بكي متلبكة تذكري اسمه تذكري اسمه باسل شو بكي عفنسي باسل باسل وأمين ومروان مروان مروان شلون مروان ما قطعني مروان عطول كل جمعة بسلم عليك كتير ويامن وكلهم يعني شو بدي عد حدا بده يزعل الكل جديدة كلها ماما وحياتها أمي شكري شفتي له شكري 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 مبروك مبروك الرجعة أمي يا شكري أنت كنت في حلبي انبسطت فيك والله العظيم انبسطت فيكم وحياة الله الله يخليك نعيمة
باسل حبيبي. باسل تخانات معه أنا بس. لك سلام خصمص أنت حبيبي. الله يخليك. يلا تعي. بسلمك مثل ما لا أمي أنا مثل ملامح أمي بس أخي غير يعني مثله بشبه أخي هيك فاتح بس أنا أغمق شوي بس نفس الملامح. أنا أسأل الله يخليكم يا شو رأيك برمضان أمي صديقي؟ رمضان بيأخذ العقل بأخلاقك بتربايتك. بدي هني أهليكم على هالترباية المرتبة والله العظيم يعني مربيين شبعانين ترباية. أنا بدي حيي أهلكم على هالترباية يخليكم يا رب. تسلموا الله يخليكم. تفضل. وين ناخدك هلا؟ وين؟ هلا هجوم ما بدك ما بدك شفت غرفة التياب هون زينة حبيبتي. تعي نطلع نجيكي فوق. فوق شو هون في؟ شوفي هون قاعة الرياضة فوق الجنان. يلا شوفي ايه رواق يعني الامور مره كثير كثير ماما مخبص ولا منين؟ لا كثير منيح. شد حيلك واشتغل. لا كثير زينه كثير وحياه عيوني وحياه عيوني كلكم يعني ما بدي اقول هذا ياي السطح هون تلاقيته البسس. ايه ماما ما انا بجيك اياهم كثير 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 كثير. بتشوفيني وانا فوق؟ ايه باسل بيطير عقلي. شو قلت لها انا امي اذا بتشوفني بيطير عقلي فانا ما طلعت. لا دخيلك دائما وانا ما بخلي يعني يطلعوا لا دخيلك ماما بتعرف من فوق بنشوف كل لبنان وبنشوف البحر فبنطلع من هيك هو المكان المنفس الوحيد. ايوه ابوك واقف برا ما خليك. لا ما بعرف اسمع بتقدر تشوفه من هون. لا خلاص منيح صحتك انا بدي افهمي علي كثير فهمت عليك ماما كثير كثير ابوك منيح. لا تحكي لها حدا ابدا احكي لها من حالك واشتغل ونحن بالف خير يعني ابدا ما ناقصنا شيء الا انت تخلص وترجع ان شاء الله بالسلامه. نانسي طاير عقله بالجامعه قالت لي ماما طاير عقلهم بالجامعه. ما تشوف الاخبار لا تفهمي شوف كثير كله مبسوط كله كاتبين عنكم بالمجلات كثير 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 حابينكم مو شوي. غرفة البنات. ايه وين غرفة البنات؟ تبوا البنات. انت فاتورة تبوا البنات. بحكي معكم انا بس ما بحكي كثير. ايه بعرف غرفة ال غرفة ال ايه تليفون ايه. يلا نانسي كان جاي على بالها تيجي تشوف لك هذي يا امي يا عيوني نانسي هلا بلشانة طيب المرة الجاية بلشانة بالعزف وما عزف بتعرف امبارح ما اجت لايمتى لانه لخلص ولا راح اتعشوا ولا يعني هلا مشغولين. وهاي غرفة البنات بدرية ليش بدرية تعي لا والله إلا قال لي أبوك سلمي على بدرية كتير صوت حلو بتجنن كيف بدرية طلعي فيي حياتك خلص حبيبتي. احزني أم نصيب خليها ماما أوكي كل حبيبتي عيوني يا حبيبتي طولي بالك بعرف شو للأهل كتير بدكم تشدوا حالكم وبدكم تقووا حالكم. طولي بالك بدرية طولي بالك يا حبيبتي طولي بالك. شو هيك انت بقى يلا يا بدرية يا الله يا بدرية اسباني امي انا بسمع عليك كثير والله انا الوحيد اللي شفت امي ولسه محمد علي هيك البنات كلهم مش حد شافها.